استاذ مؤمن، انا هبدا الامانه الاستاذ عصام ما خليش حاجه اقولها. انا اسف لكن هبدا بامانه بالموضوع الاهم والابرز وهو التشريعات. طبعا الدستور 2014 فيه عده مواد مهمه جدا كان يجب ترجمتها الى قوانين. عندنا المادة 70، المادة 71، المادة 200، المادة 72، 70، 71، 72. تلك المواد خاصة بإصدار الصحف، خاصة بإلغاء المواد السالبة للحريات في قضايا النشر. عندنا المواد 211، 212، 213. المادة 211 بتتكلم عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المادة 212 بتتكلم عن الهيئة الوطنية للصحافة. المادة 213 بتتكلم عن الهيئة الوطنية للإعلام. بأمانة شديدة وباعتراف صريح مني بقول إحنا تأخرنا في نقابة صحفيين، فعلا حصل تأخير. كان يجب أن نبدأ فور إقرار الدستور في الإعداد لهذه القوانين. إحنا بالفعل تأخرنا، وأنا أعتقد للأسف الشديد أن هذا التأخير كان تأخير سياسي. كان تأخير سياسي لأن المجلس الأعلى للصحافة هو الذي أخر هذا الموضوع، لأن معنى تشكيل هذه المجالس يعني معنى ذلك المجلس على الصحافة بره، فبالتالي كان لهم دور كبير في تأخير هذا الموضوع. إحنا بدأنا متأخر بالفعل. الأستاذ عصام زي ما قال هم بدأوا قبلنا، ولكن بدأنا. المهم بدأنا، تم الاتفاق على اختيار 6 من نقابة صحفيين و6 من مجلس أعلى الصحافة و6 من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس و6 من اتحاد الإذاعة والتلفزيون برئاسة الأستاذ عصام طبعا. وبالفعل بدأنا، وصدر بيان عن اللجنة، ثم فوجئنا بعدها بقرار غريب من رئيس الوزراء، قرار تشكيل لجنة لإعداد النصوص القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام. طبعا كان قرار غريب جدا. احنا بالفعل بدأنا. اول رقم واحد، هذا القرار مخالف للمادة 77 من الدستور. المادة 77 من الدستور بتعطي الحق لنقاب الصحفيين على الاقل خالص باخذ رأيها في القوانين. المادة 77 بتنص على كده. لكن القرار كان واضح. بالتأكيد رئيس الوزراء كان يعلم تماما ان هناك لجنة مشكلة من نقاب صحفيين ومن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومن نقاب الإعلاميين تحت التأسيس ومن مجلس أعلى الصحافة. يعلم تماما. وبرغم ذلك أصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة. الهدف كان ايه من قرار رئيس الوزراء؟ الهدف بأمانة شديدة هيمنة وسيطرة على وسائل الإعلام المصرية. رئيس الوزراء كان يهدف الى ذلك تماما، هيمنة وسيطرة على وسائل الإعلام المصرية. وأنا قلت هذا الكلام في أول اجتماع، وقلت للأسف الشديد أن مصر حاليا بتعيش فترة أنا من وجهة نظري لا تقل خطورة عن أيام مبارك وأيام الإخوان فيما يتعلق بالحريات. فترة صعبة جدا، نحن نعيش فترة صعبة لا تقل، وأكررها تاني وقلت هذا الكلام في الاجتماع والأستاذ عصام يذكر، لا تقل خطورة عن أيام الإخوان وأيام مبارك، فترة صعبة. المهم رئيس الوزراء بعد تشكيل هذه اللجنة، طبعا نقابة الصحفيين أصدرت بيان مشترك مع المجلس على الصحافة، التقى مع الأستاذ جلال عارف رئيس المجلس على الصحافة والأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وقال لهم أن اللجنة دي استشارية. بأمانة شديدة أنا متخوف تماما. إحنا بنشتغل بالفعل، إحنا بدأنا شغل بقالنا فترة. اللجان اللي قال عليها اللي مش عايزة تتكلم في هذا الموضوع الأستاذ عصام قاله، بنشتغل شبه يوميا، عندنا اجتماعات، ولكن أخشى بعد ما نخلص لا يعملوا لنا القوانين اللي هي بتتجهز حاليا هي اللي يتم عرضها على رئيس الجمهورية واللي تعتمد. ده طبعا أنا عندي تخوف، وإلا ما كانش رئيس الوزراء أصدر هذا القرار. اللي أكد لي صحة أن رئيس الوزراء أو أن الحكومة بتهدف للسيطرة على وسائل الإعلام، قد تختلفوا معايا فيما يتعلق بغرفة صناعة الصحافة. طبعا الحكومة بتستخدم معنا احنا في النقابة ايه؟ لمحاربة النقابة. هي
بيقلد الولايات المتحده الامريكيه في ايه بقى؟ في الحرب الوكاله. كيانات حرب الوكاله، الولايات المتحده الامريكيه عشان تدخل العراق بتستعين بالمعارضه، عشان تدخل افغانستان بتستعين بالجنوب ضد الشمال، دايما هي ما بتواجهش. هو رئيس الوزراء قلد الولايات المتحده الامريكيه بالظبط، ان هو صدر لنا مين؟ محمد الامين ورجال الاعمال. صدر لنا بالفعل محمد امين. انا ليه بقول محمد امين؟ ممكن انا كنت في برنامج قريب وسالني زميلنا محمد مصطفى شردي مين رجال الاعمال، قلت له محمد الامين. قال لي ليه محمد الامين؟ قلت له ان الدعوه خرجت من جريده الوطن التي يمتلكها محمد الامين، وهو نفسه هو الذي انشا غرفه صناعه الاعلام. رئيس. فيعني واضح ان الحكومه زي ما قلت بتستخدم بعض رجال الاعمال ليه؟ للوقوف ضد النقابه. طيب رجال الاعمال دول مين؟ رجال الاعمال ما احنا عارفين من رجال الاعمال. رجال الاعمال اللي استولوا على مدخرات الشعب المصري واستولوا على اموال الشعب المصري، وبالفعل بيستخدموا قنواتهم وصحفهم كمنصه صواريخ لاطلاق على الخصوم والدفاع عن فسادهم. لازم نعترف بده، لازم نعترف بده. لما اجي اتكلم على سبيل المثال للحصر في انتخابات الرئاسه، والله مش عشان ما هو موجود، يعلم الله ان التلفزيون المصري كان افضل بكثير جدا جدا من الفضائيات. الصحف القوميه استاذ مؤمن كان موجود، يمكن انا كنت بقول يوميا يا جماعه السيسي زي حمدين، صح استاذ مؤمن؟ حمدين زي السيسي، كان يعني ياخدوا الكلام وينقلوه للجهات بره، اقول لهم برضه السيسي زي حمدين. ما فيش صوره نزلت لحمدين قصدت للسيسي اكتر من حمدين مثلا بسنتي. يعني التلفزيون المصري والصحافه القوميه المصريه كانت محايده تماما في انتخابات الرئاسه، لكن الفضائيات ما كانتش محايده تماما، لان دي ناس بتدافع عن فسادها، بتدافع عن رؤوس اموالها. ده طبعا موضوع مصالحها، طبعا ده موضوع غايه في الخطوره. ارجع للتشريعات، بقول ردنا على سؤال استاذ مؤمن، التشريعات دي هل هتعالج ده ولا مش هتعالج ده؟ بقول احنا فعلا شغالين، ولكن حتى اللجنه اللي احنا شغالين فيها للاسف الشديد مسيسه. مسيسه زي ما قال استاذ عصام. مسيسه. يعني مثلا لما اقترحوا معلش صراحتي بتخليني بقول اسماء، يعني لا انا بقول لك لما اقترحوا مثلا قالوا عايزين نكمل اللجنه، طب نجيب مين؟ نجيب يحيى قلاش. قلت لهم طب اشمعنى يحيى قلاش؟ قالوا عشان كان سكرتير عام النقابه. قلت لهم طب رامي حجازي كان وكيل النقابه، وحاتم زكريا كان سكرتير عام النقابه، ومحمد عبد القدوس عضو مجلس من قبل انا ما اتولد، اشمعنى؟ عايزين كل التيارات تشارك. فلجأوا للتصويت هم كسبوا طبعا. كالعاده يعني، برضه لجأوا للتصويت هم كسبوا. لدرجه مثلا ان احد الزملاء اقترح الاستاذ مصطفى بكري يمثل الصحف الخاصه. فزميلنا خالد البلشي بيقول لي يا ريت تنتخب، عملوا تصويت تنتخب عمرو خفاجي. فانا بتهريج شديد وبصراحه بقول لهم على فكره خالد البلشي بيحرضني، بيقول لي انتخب عمرو خفاجي. وبعدين انا صوت محدش عارف انا كتبت مين. تاني يوم مصطفى بكري بيكلمني، يعني يا استاذ جمال ما تنتخبنيش برضه؟ ده كلام يعني عايز اقول حاجه يعني للاسف شديد، يعني حتى اللجنه اللي احنا فيها حاليا مسيسه، يعني يغلب عليها التيار الناصري. رئيس اللجنه ناصري، نائب رئيس اللجنه ناصري، المقرر ناصري. ده كلام غريب، كلام مش معقول. يعني انا طبعا متخوف، بنحاول بكل الطرق. يعني يمكن تذكر يا استاذ عصام في اول جلسه لما انا قلت لابد وان يصدر قرار عن الاجتماع الاول يطالب رئيس الوزراء بإلغاء اللجنة التي شكلها. فالأستاذ صلاح عيسى قال لي يا جمال مش هنبدأ المعركة بدري كده؟ قلت له يا أستاذ صلاح ده أنت اللي علمتني نبدأ المعركة بدري. إن أنا كنت أجي أتفرج عليك سنة 96 وأنا لسه في ثانية ثانوي، مش كنت ثانوي طبعا كنت صحفي، بس كان لسه عندي 28 سنة، وأنت بتقول هنبدأ المعركة بدري، جاي دلوقتي تقول لي مش هبدأ المعركة بدري مع الحكومة؟ يعني واضح إن المصالح لها دور في هذه اللجنه الحاليه. انا عندي تخوف، قد يختلف معايا الاستاذ عصام، انا عندي تخوف. يمكن تخوفي يا استاذ عصام كمان نبع من اجتماع اخير للجنه اللي انا فيها. انا في لجنه الهيئه الوطنيه للصحافه، الماده 212 بتقول الهيئه الوطنيه للصحافه هيئه مستقله
تتولى اداره الصحف والمؤسسات القوميه، يعني الهيئه دي خاصه بالمؤسسات القوميه. ففي الهيئه فوجئت فيها اثنين زملاء رؤساء مجالس ادارات، استاذ احمد النجار واستاذ ياسر رز، وده غير مقبول بالمره. يعني ليه؟ يعني انتوا جايين بتمثلوا المؤسسات القوميه، انتوا ما جبتوش الجمهوريه ليه؟ جبتوش دار الهلال ليه؟ انا بامانه رديت رد قلت واضح ان لازم المجلس العسكري يكون ممثل في اللجنه، لان من غير المقبول ابدا ان يكونوا اثنين رؤساء مجالس ادارات موجودين في اللجنه، وانا بعمل قوانين المفترض هذه القوانين ممكن تمشيهم من مناصبهم بعد شهرين، فبالتالي هم في اللجنه هيدافعوا عن ايه؟ عن مصالحهم. على فكره الاجتماع ده كان يوم السبت. لما جينا نتكلم عن تشكيل الهيئه، قلنا في البدايه يا جماعه نتكلم عن تشكيل الهيئه، استاذ حسام كنت طبعا انت مش معايا في اللجنه، هقول لكم طبعا مفاجات في هذا الموضوع استاذ مؤمن ما يعرفش، لكن فيها حقيقي انا عندي تخوف شديد جدا من اللي بيحصل. قلت لهم تعالوا نتكلم عن تشكيل الهيئه. كل واحد بيقترح اقتراحات. تشكل هيئه مين؟ استاذ ياسر رزق قال مجلس اداره المؤسسات الصحفيه رشح كل واحد اثنين. يعني استاذ ياسر رزق رشح اثنين، والاستاذ احمد النجار رشح اثنين، وفي الاخر الهيئه دي هي اللي بتعين رؤساء التحرير. يبقى فين الاستقلال؟ هو فين؟ طبعا انا اعترضت بشده، ووصفت اللجنه بانها لجنه مسيسه، ويمكن يعني حاولت انسحب من اللجنه، مش هنسحب، انا ما كنتش هنسحب طبعا، ولكن كضغط عليهم انهم يتراجعوا، لان للاسف الشديد معاهم برضو في معانا في اللجنه، لو عملنا تصويت مش هيبقى في صالحي. وصلنا لاتفاق واحنا لسه هنعمل جلسه استماع الايام اللي جايه، ان الهيئه دي تتكون من ثلاثه تختارهم نقابه صحفيين، وثلاثه تختارهم النقابه العامه اللي عاملين في الطباعه والاعلام والصحافه، ورئيس اللجنه التشريعيه في مجلس النواب، ورئيس لجنه الثقافه في مجلس النواب، واستاذ او رئيس قسم الصحافه في اعلام القاهره. يعني اللجنه هتتشكل من 11. اتكلمنا عن التفرق، اتكلمنا عن اللجنه دي لازم تكون، او المجلس او الهيئه دي لازم تكون متطوعه، تتطوع زي نقابه صحفيين. مش معقول يعني انا هدخل لجنه عشان اقبض مبالغ ماليه زي ما بيحصل حاليا، اقل عضو في المجلس على الصحافه بيقبض 8000 جنيه. يعني معين عشان ياخد 8000 جنيه، واحنا طبعا في النقابه انتوا عارفين مفيش اي بدلات، وده سر نجاحنا في النقابه، ان النقابه بدون اي مقابل. جينا نتكلم عن بعض الامور الاخرى. احنا عارفين ان الهيئه دي هي اللي هتختار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس ادارات، طب عايزين نضع ضوابط لاختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس ادارات. برضه لقيت نفس القصه، المعارضه موجوده، عايزين برضه ضوابط تنطبق عليهم. طب تعالى نتكلم في نقطة تاني مهمة جدا، القانون 96 لسنة 96 بيتكلم عن مجالس الإدارات والجامعات العمومية. في القانون 96 بيقول إن مجلس المجلس الأعلى للصحافة بيختار ستة معينين وستة منتخبين. طب ستة معينين وستة منتخبين ورئيس المجلس معين، يبقى هما أغلبية مش محتاجيني أنا كمنتخب، وأنا ليا تجربة في دار التحرير إن أنا كنت منتخب بس زي قلتي، كل اللي كنت أعمله كنت أخرج من الاجتماع أحكي للناس، لكن في التصويت كانوا صوتوا ضدي. لما اقترحوا مثلا مؤسسة خسرانة 76 مليون جنيه، واقترحوا يدفعوا أو ياخدوا 50,000 جنيه مكافأة، أنا اعترضت، بس هما صوتوا وخدوها. فبالتالي قلنا القانون المادة دي لازم تتغير. قلنا على الاقل يبقى الثلثي منتخب، يعني يبقى ثلاثة عمال، ثلاثة اداريين، ثلاثة صحفيين، يبقى تسعة منتخبين وثلاثة معينين. الجمعيات العمومية، الجمعية العمومية دي في المؤسسات القومية جمعية مهمة جدا، الجمعيات العمومية دي مهمة جدا جدا جدا، هي اللي بتوافق على الميزانية. فيها 20 منتخب، 20 معين و15 منتخب. يبقى أنا مش محتاج أصلا ال 15 المنتخبين. رئيس مجلس الإدارة بيدخل مين موافق على الميزانية ال 20 اللي هم عينهم، بيرفعوا ايديهم خلاص الموضوع خلص. فالأمور دي كلها لازم لازم تتغير، أصل أنت عارفها كويس جدا. يعني القوانين دي الثلاث مجالس لازم بيتشكلوا بشفافية، مش بالطريقة اللي أنا شايفها المسيسة اللي بتتم، لكن لو تمت بالطريقة المسيسة يبقى هنرجع لأيام مبارك وهنرجع لأيام الإخوان. أسوأ. لكن لو تمت بشفافية زي ما احنا بنحاول،
لو تمت بشفافية نقول ان الهيئات تكون هيئات مستقلة، نقول المجالس الادارات لازم تكون الثلثي منتخب، نقول اختيارات رؤساء التحرير لابد ان يتم وضع ضوابط ومعايير معينة، ما جيبش اصحابي واصدقائي زي ما حصل مؤخرا في مجلس الصحافة. يعني لو تم هذا الموضوع هيبقى فيه امل في المؤسسات الصحفية القومية. عندنا برضو النقطة المهمة جدا اللي تهمنا كلنا كصحفيين، الغاء المواد السلبة للحريات، دي في لجنة مشكلة لهذا الأمر. اللجنة دي هتقوم بتنقية كافة القوانين الخاصة بإلغاء المواد السلبة للحريات باستثناء ثلاث تهم أو ثلاث جرائم، هي التمييز والتحريض على العنف والخطف الأعراض. احنا في النقابة الأمانة شديدة كنا اقترحنا ان المواد دي تكون فيها عقوبات. بعد الدستور ما صدر هنا معارضة من عدد كبير من الصحفيين، فإحنا بنفكر حاليا أن المواد أو الاتهامات دي تغلص فيها الغرامة بحيث يتم إلغاء الحبس تماما في كافة المواد السالبة للحريات، لأن دي أمر مهم وأمر مطلوب. هرجع للأستاذ مؤمن، آخر سؤال سأله فيما يتعلق بالصحف الأجنبية التي تصدر في مصر. يمكن قبل ما نتكلم كنت انا بقول للاستاذ مؤمن وبقول للزملاء كلهم ان انا ليه تحفظ على هذا الموضوع بامانه شديده جدا، يعني وبقول ان الصحف دي فيها صحف كتير اساءت لمصر واساءت للمهنه واساءت للصحافه، وفيها صحف كتير جدا استخدمتها الاجهزه الامنيه، وانتم عارفين الكلام ده كويس جدا، في صحف استخدمتها الأجهزة الأمنية لتنفيذ مخططاتها. الصحف الجورنالي الوحيد اللي كان يتوافق عليه لازم يكون على علاقة بالضبط في أمن الدولة، وانتوا عارفين الكلام ده كان أم مبارك كان واضح جدا. ولكن على فكرة الصحف الأجنبية التي تصدر في مصر لو فعلا زي ما انتوا عملتوا لها جمعية ولها مجلس إدارة ويتم تسجيلها بحيث زي ما قلت أستاذ أحمد لابد أن يكون رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير نقابي، أو على الأقل رئيس تحرير زي ما قال أستاذ أحمد، برضو لازم يكون رئيس مجلس إدارة مؤهل عالي. ما هو مش معقول يعني مش معقول أنا أروح أجيب واحد يبقى رئيس مجلس إدارة، لا ده كلام بأمانة غير مقبول بالمرة. لو تم ده بتمنى أن يتم إلغاء الرقابة على هذه الصحف فوراً. على فكرة يا أستاذ عصام الموضوع ده عندك، يعني مش كده يا أستاذ أحمد؟ يعني لابد أن يتم إلغاء الرقابة على يعني مش معقول يعني إن ناخد جورنان وأوديه للرقابة والرقابة تعترض زي ما هي كنت بتقول العنوان ده كبير، لا أنت أنت شاتم السيسي، لا ما يبقاش في رقابة تماما على هذه الصحف. يعني لو تم ده هتبقى صحف ناجحة جدا وهتستوعب أعداد كبيرة من الخريجين، خلي بالكم ده نقطة مهمة، هتستوعب أعداد كبيرة من الخريجين، وإيه المانع يتم دراسة أو بالاتفاق مع نقابة الصحفيين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين أن هذه الصحف لو هناك صحيفة أو صحف محترمة لا تلتزم بالمعايير إيه المانع أنها يتم قيدها في نقابة الصحفيين ونحن فعلا داخلين احنا دلوقتي على تعديل قانون النقابة. احنا هنعدل حاليا مفيش، لكن واحنا داخلين على تعديل قانون النقابة ممكن ده يحصل. ايه المانع لو هناك صحف محترمة هناك يتم تعيين المحررين فيها ومؤمن عليهم، ما تعملوش زي بس ما بيعمل استاذ ايسر يمضيهم على الاستقالات قبل ما يتعينوا. فايه المانع؟ على فكره انا عن نفسي بقابل صحفيين في صحف اجنبيه مستواهم عالي جدا، مستواهم محترم جدا، بس مش لاقين مكان، حقيقي مش لاقين مكان. احنا عارفين السوق حاليا، السوق المؤسسات القوميه مقفوله، الاهرام الصحف المستقله 5-6 اللي هم بيستوعبوا خلاص استكفوا. المانع ان احنا نفتح مجال جديد للصحف؟ طبعا نستوعب اعداد، احنا عندنا دلوقتي على مستوى جميع كليات الاداب على مستوى جمهوريه مصر العربيه بقسم صحافه، بدل كليه اعلام عندنا 3 دلوقتي، اعلام القاهره وبين سويف ولقينا حد كان يتوقع الخاصة. بين سويف وقينا يبقى فيهم غير الخاصة. يعني عندنا اعداد كبيره جدا من الخريجين ممكن الصحف الخاصه دي تستوعبها. شكرا.